دروس ملهاش اي معنى حاليا. احنا كل العيال كارهين التعليم. يا جماعه احنا مش المفروض نذاكر الحاجات دي؟ دي مش هتخلينا اذكياء، دي هتجهلنا. المفروض ان ده هيعلمنا. انا مش عارف ازاي هما بيقولوا ان ده يعلمنا، بس قولوا شوفوا بنفسك. كانت بخيل عنده دجاجة، احنا المفروض نتعلم حاجة اسمها كانت بخيل عنده دجاجة. انا حبيت اقوله النهاردة، وشكرا جزيلا والسلام عليكم.